بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف حل كتاب المعاصر الوحدة 12 للصف الثاني الاعدادي. نروح لبداية التمارين صفحة 254 سؤال الاختيارات. الجملة الاولى بيقول My car doesn't work، يعني العربية مش شغالة. I need someone، محتاج شخص. To space it، مديني discuss يناقش. Explain معناها يشرح او يفسر. Repair يصلح. وهاف يملك. طبعا يبقى هنا نحط كلمة repair اللي هي يصلح، بتساوي فيكس بتساوي من. وي اوفن سبيس ذا رايت انسر، اللي الاجابه الصحيحه. فروم فور اوبشنز، من اربع اختيارات. اي بي سي اور دي. ريد معناها يقرا. تشوز يختار. ليرن يتعلم. كومبليت يكمل. طبعا لا، هنا بنختار، يبقى تشوز ذا رايت انسر. ثلاثة، وي جو تو ذا سبيس ان ساينس ليسنز. مفتاح الجمله هنا كلمه ايه؟ ساينس، يبقى بيتكلم هنا على كلمه لابوراتوري، طبعا اللي هو المعمل. ميوزيوم طبعا اللي هو المتحف. جاردن حديقه. ولايبراري مكتبه. ماي سبيس از تو جو تو ذا مون، اللي هو يذهب للقمر. ده يبقى ستادي دراسه، ولا دريم حلم، ولا فيو خلاص منظر طبيعي، ولا واي طريق. طبعا يبقى هنا ماي دريم يعني حلمي ان انا اطلع للقمر. هي اسكت اس يعني سالنا او طلب مننا. تو سبيس ذا ستوري ان ثري لاينز اونلي، يعني المفروض هنا نلخصها في ثلاث سطور، يبقى هنا طبعا يلخص يبقى كلمة summarize. When he failed in the test، لما فشل في الامتحان. He felt، أكيد شعر إن هو، طبعا يبقى كلمة disappointed اللي هي محبط. براود طبعا فخور. Excited فرحان. وبورد يشعر بالمل. طبعا هنا المعنى الأقوى طبعا disappointed. After secondary school، بعد المدرسة الثانوي. I will go to the، يبقى معناها يذهب الى او يلتحق ب، يبقى طبعا هنا كلمه university اللي هي الجامعه. The best space study their subject، اللي هي المواد. For at least one hour a day، يعني بيذاكروا المواد بتاعتهم على الاقل لمده ساعه. طبعا يبقى هنا كلمه learners اللي هم المتعلمين او الطلبه يعني. Teachers المدرسين. Manager اللي هم المديرين، جمع manager مدير. و parents طبعا اللي هم الوالدين. I am very space of my little brother. He always makes people laugh. يعني دايما بيخلي الناس تضحك. يبقى هنا angry يعني غاضب من، بس angry معها كلمة with. Disappointed و excited طبعا لا، يبقى هنا نحط كلمة proud of اللي هي فخور بي. It is hard يعني صعب. To space what job you want to do. طبعا من الصعب أن تقرر. يقرر هنا يبقى كلمة إيه؟ كلمة decide، يعني صعب نقرر الوظيفة اللي إحنا هنشتغلها فيما بعد. نروح للجملة اللي بعد كده. I always read the space before using a new machine، يعني قبل ما أستخدم آلة جديدة مفروض هنقرأ تمام اللي هي instructions اللي هي التعليمات. خدنا طبعا diagram اللي هو رسم بياني، dictionary قاموس، وكلمة summary طبعا اللي هي ملخص. بس طبعا مع الآلة بيجي تعليمات، مش بيجي summary ملخص لموضوع. 12. I learn best، يعني بتعلم أفضل. By seeing things، إن أنا أشوف الأشياء. So I love to look at، عشان كده بحب أبص على. طبعا يبقى هنا كلمة diagrams اللي هي الرسوم البيانية. I searched for، بحثت عن the space to order fast food. طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة order اللي هي يطلب. طبعا طالما هيطلب اكل يبقى هيبص على المينيو، وميزنا ما بين مينيو قائمه الطعام، وليست اللي هي قائمه او لسته باسامي او اشياء. I'm sorry I don't agree space you، طبعا خدنا تعبير على بعض اسمه agree with اللي هي يتفق مع. I like to learn in different، يعني بيحب يتعلم in different، برضو خدنا تعبير مهم في الوحده ديت، يبقى اسمها in different ways معناها بطرق مختلفه. Ali is feeling ill، بيشعر بالتعب. So I don't think he will space this evening. طبعا يشعر بالتعب وبالتالي لن يخرج. لن يخرج هنا يبقى كلمة come out اللي الإجابة رقم B. نروح للجزء الخاص بالجرامر. طبعا الوحدة دي بتراجع على الأزمنة اللي احنا درسناها في الترم الأول والترم الثاني، اللي هي أزمنة المضارع البسيط والمضارع المستمر، وكمان زمن الماضي البسيط والماضي المستمر، وطرق التعبير عن المستقبل. طبعا ديت كلها حاجات ناقشناها في الوحدات قبل كده.
هنروح بقى للتمارين، بداية من صفحة 258. بيقول I was playing tennis with my sister when it space to rain. طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة when بمعنى عندما، جاي قبلها ماضي مستمر اللي هو كلمة was playing. خلاص حفظنا طالما جاب لي when وماضي مستمر يبقى اللي ناقص ماضي بسيط، يبقى هنحط كلمة started على طول. يبقى هنا حدث كان مستمر، احنا كنا بنلعب وفجأة الدنيا بدأت تمط. Now I find science very difficult. العلوم بالنسبة لي صعب. So I don't think I space be a scientist. ناخد بالنا بقى معنى الجملة، لقيت العلوم ايه صعب بالنسبة لي، عشان كده اعتقد، بس الجملة منفية يعني لا اعتقد ان انا هكون، يبقى هنا نحط كلمة will على طول. يبقى I don't think I will be a scientist. ممكن هنختار امتى كلمة won't، كان جابها لي ازاي؟ I think I won't be. يبقى هنا طالما في كلمة don't يبقى هنجيب كلمة ايه؟ will. ليه ما ينفعش اقول don't think و I won't مع بعض؟ At the moment، في اللحظة ديت، خدناها طبعا من علامات مضارع مستمر، يبقى my brother space in a bank، يبقى هنحط كلمة is working. اللي بعدها، نادية looked at the menu and space to have fish with rice. حد يقول لي ده الجملة ديت صعبة خالص، هي مفيش علامة مضارع بسيط ولا مضارع مستمر ولا زمن ماضي تام ولا أي حاجة من دي. لا، مفتاح الجملة فيها كلمة looked. looked فعل إيه؟ ماضي، يبقى لازم أجيب زيها فعل ماضي، يبقى نحط كلمة decided على طول. يبقى ناخد بالنا الفعل الأولاني هو بيحدد زمن الجملة طالما مفيش علامة. بقول I often space to my school with my friends every morning. طبعا هنا بيتكلم على عادة، يبقى هنجيب مضارع بسيط، يبقى نحط كلمة walks على طول. Look a nice bird، جاب لي هنا كلمة look، خدنا من علامات مضارع مستمر، يبقى نحط كلمة is sitting. When it started to rain I space home. ادي when جاي ماضي بسيط، خلاص يبقى اللي ناقص من شاطر صح ماضي مستمر، يبقى كلمة was going. انا كنت مروح المنزل او للبيت، برضو الدنيا بدأت تشتي. I space the match yesterday. It was very exciting. بيقول لي it was very exciting يعني الماتش كان مثير. بيقول لي الماتش كان كويس، يبقى معنى كده اتفرج ولا ما اتفرجش؟ اتفرج، يبقى نحط هنا كلمة watch it على طول. عشان حد يقول لي طب انا عندي yesterday ليه ما جبناش كلمة didn't والمصدر؟ لا، المعنى ان هو اتفرج على المباراة. My father didn't. خلاص اتفقنا على اتفاق من اول ما اتعلمنا خالص ان didn't دايما اجيب بعدها مصدر بدون اي اضافات، يبقى هنا نحط كلمة use. What space you doing yesterday evening؟ طبعا عندي هنا كلمة you و doing فعل زائد ing، ممكن you تاخد are، you تاخد where، ما تاخدش was ولا is. طب هنا عندي مين؟ yesterday، يبقى لازم احط كلمة where على طول. نروح بعد كده لسؤال التصحيح. بقول when I space be young I wanted to be a scientist. طبعا هنا when I بيتكلم هنا على wanted ماضي، يبقى بيتكلم على الماضي، يبقى نحط كلمة was. خدنا ده تعبير على بعضه، يبقى when I was young معناها لما كان صغير. نروح للجملة رقم 2. بيقول I know I want to travel. يبقى بيقول انا عارف ان انا عايز اسافر، يبقى معنى كده ان هو مرتب للسفر يعني او هيسافر. So I space learn lots of languages. جملة جميلة، طبعا هي بتعبر عن مستقبل، فالافضل هنا هنقول am ونحط كلمة learning، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ عارف ان هو يسافر، فعشان كده مرتب ترتيب نهائي ان هو يتعلم كثير من اللغات. بول my village space not use have any tourists but now lots of visitors، كثير من الزوار come here every year. يبقى هنا بيتكلم على زمان ما كانش فيه اي سياح، يبقى هنا هنحط كلمة شطار didn't ونحط كلمة use. يبقى didn't use وطبعا لازم to، وجاي المصدر يبقى didn't use to have. اللي بعدها at the moment، عرفنا خلاص at the moment من علامات مضارع مستمر، يبقى هنا بيقول am ونحط كلمة doing، يبقى am doing my English او an English exercise. my uncle space work in a big oil company. هنا بيتكلم على وظيفته او شغلته، فدي تعتبر من الحاجات الثابتة، فبنجيب مضارع بسيط، يبقى نحط كلمة Workes يعني بوصف انه بقى شغال في مكان طول عمره، يبقى هنا بنحط كلمة Works. Today people space to live an easy life، يعني بيعيشوا حياة خلاص easy يعني سهلة
برضو ممكن نخليها كلمة live يعني عموما، وممكن برضو نحط كلمة or living، برضو الاتنين يمشوا صح، مفيش فيها اي مشكلة. الجملة رقم 7 بيقول next year يعني العام القادم I space start German classes. ناخد بالنا بقى من الجملة ديت، مهمة جدا. هو هنا بيتكلم ان هو هيدرس لغة ألمانية، يبقى معنى كده ان هيدرس او يحصل على كورسات او هيدرس في مدرسة، يبقى هنا ديت المفروض حاجات ان احنا بنكون مرتبين ليها. يبقى في الجملة ديت هقول am، وكلمة starting اللي هي سيبدأ. وطبعا لو رجعنا لكتاب المدرسة هنلاقي نفس الفكرة ديت موجودة، ان هو بيتكلم بقى على دراسة شيء معين او الكلام دوت، يبقى مش مجرد نية ولا توقع، يبقى هنجيب am is are وفعل زائد ing. I space not used swim، طبعا جاب لي كلمة not يبقى يتكلم على نفي، يبقى المفروض هقول I، تمام جدا، didn't، ونحط كلمة use to، طبعا هو جاب لي كلمة swim. اللي بعدها I think it is best be hot this summer، طبعا جاب لي كلمة think، خلاص حفظنا، يبقى هنجيب will والمصدر، يبقى نحط will be. اللي بعدها when space you arrive yesterday، طبعا دي صيغه استفهام وجاب لي yesterday، يبقى المفروض هجيب فعل مساعد يبقى did، والفعل يبقى كلمه you، ونحط كلمه arrive، يبقى when did you arrive يعني معناها امتى وصلت. نروح بعد كده للتمارين الموجوده في صفحه 260. طبعا السؤال الاول عندي سؤال الليسننج، وزي ما اتفقنا قبل كده في كل الحاجات اللي احنا عليناها مفروض بنقرا الاسئله بالاجابات وبعد كده بنسمع الليسننج ونحط الاجابه. بعد ما هنشوف الليسننج او نسمع الليسننج نشوف الاجابات. بول مروان فايند ات سبيس تو اندرستاند ساينس بوكس، طبعا يبقى كلمه difficult يعني صعب بالنسبه له. مروان داز سبيس ان ذا لابوراتوري، طبعا يبقى كلمه اكسبيرمنتس اللي هي التجارب. مروان ليرنز بيست باي دوينج، انه طبعا يقوم بالاشياء، يبقى كلمه things. مروان لايكس، يبقى هنحط كلمة تكنولوجي اللي هي التكنولوجي. نروح للسؤال اللي بعده، اللي هو سؤال الدايلوج المحادثة. زي ما اتفقنا برضو لازم نقرأ الأول ونشوف إجابة كل سؤال لوحده بعد كده. بول روان از اسكينج سوها اباوت هير فيوتشر بلانز، يعني هتعمل إيه في المستقبل. قلت لها دو يو هاف فيوتشر بلانز، يبقى نجاوب يس أو نو حسب الحوار. سؤال فيرست I want my parents to be proud of me، عايزاهم يكونوا فخورين بيا. سؤال by studying hard، ان انا اذاكر كويس to be a famous doctor. What are you going to do، هتعمل ايه when you become a doctor، فترد عليها باجابه. How are you going to help the poor، هتساعد الفقراء ازاي، فبتقول لها اجابه وبتكمل check them for free يعني مجانا. نرجع بقى للسؤال الاولاني، بتقول لها do you have a future او future plans، طبعا يبقى الاجابه yes، ونحط كلمه I، واحط كلمه do او yes of course او sure. طب السؤال الثاني بتقول لها first I want my parents to be proud of، يعني اول حاجه عايزاهم يكونوا فخورين بيا، يبقى ممكن نسال بكلمه ايه، بكلمه why، ما فيش مشكله لو عايزين طبعا نجاوب اجابه كامله ماشي. First I want my parents، يبقى أول حاجة علشان يكونوا فخورين بيا. طب سؤال by studying hard to be a famous doctor، يبقى ممكن نسأل بكلمة how يعني كيف، أو ممكن نقول how can you make them proud. طب what are you going to do when you become a doctor، يا ترى هتعملي إيه لما تبقي دكتورة. من خلال الإجابة اللي بعدها نقدر نحدد، يبقى ممكن نقول I am going to help the poor، وهنا ممكن نقول I will help the poor. طب اللي بعدها how are you going to help the poor، هتساعد الفقراء ازاي، يبقى هتقول I am going to، وهو جاب لي بقى المصدر check them يعني يفحصهم for free، ممكن نقول برضو I will check them for free على حسب الشكل اللي عندنا. نروح للسؤال اللي بعد كده، سؤال اختيارات. I am space of my father، he is a great doctor، طالما هنا
دكتور عظيم، يبقى هنا معنى الجملة ان هو فخور بيه، يبقى كلمة proud of. My car doesn't work، العربية مش شغالة. I will ask a mechanic to، خلاص يبقى حفظنا، يبقى هنا كلمة repair، قلنا بتساوي mend، بتساوي fix. The best way to remember English grammar is to space a song about it. طبعا خدنا تعبير على بعضه، يعني يعمل أغنية أو يألف أغنية، يبقى كلمة make a song. My teacher always asks me to write a space about long texts، اللي هي النصوص أو العبارات الطويلة أو المقالات الطويلة، يبقى هنا هيعمل عنها إيه؟ summary اللي هو ملخص. When Rami failed، لما فشل، his father got space about him. ناخد بالنا بقى، طبعا هنا كلمة got معناها was، يعني يبقى هنحط كلمة disappointed اللي هي الإجابة رقم A. He is working hard، يعني بيشتغل بجد، to space his dream، طبعا قلنا ليه أحلامه، يبقى هنحط كلمة achieve. طبعا باص دايما بجيبها مع كلمة exam، يعني اللي هي بتساوي succeed، بس succeed مع كلمة in. سالم is space tired، he has done a lot of work this morning، طبعا عمل شغل كتير، يبقى معنى كده للغاية، يبقى هنحط هنا كلمة mostly. My village didn't space to have any tourists، خلاص مفتاح الجملة كلمة didn't، يبقى المصدر. ناخد بالنا وجاب لي كلمة to بعض النقط، ما ينفعش اقول بقى use to تاني، لا، يبقى الإجابة الأولى كلمة use. 9. What do you want space in the future، خدنا الفعل want من ضمن الأفعال اللي دايما اجيب بعدها to زائد مصدر، يبقى هنحط كلمة to study. I think they space down some trees to build a new hotel، طبعا يبقى هنا خدنا على بعضها، عندي كلمة think، يبقى هنحط will زائد المصدر، يبقى نحط كلمة will cut. نروح لسؤال التصحيح. Well, last year we have visitors from China and Japan، خلاص last يبقى علامة ايه؟ ماضي، يبقى الماضي من have، يبقى كلمة had. اللي بعدها Ali feel ill so I don't think he will come out this evening، طبعا هنا نحط كلمة او جاب لي هنا كلمة feel، يبقى هنخليها كلمة feels عشان Ali مفرد. In the future I think there space be houses under oceans، الoceans طبعا اللي هي المحيطات، برضو هنا عندي I think، يبقى هنحط كلمة will be. Next Tuesday I space visit Paris. Here is the ticket، يعني أنا معي التذاكر أهو. خلاص طالما معي التذاكر يبقى قلنا ده اسمه ترتيب إيه؟ نهائي، يبقى هنحط كلمة is visiting، يبقى ده اسمه ترتيب نهائي، يبقى هنجيب am is are وفعل زائد ing، ده في الجملة رقم 4-4. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده الباراجراف او الايميل موجود رابط في اسفل الفيديو في الاخر، في كل الايميلات والباراجرافات اللي موجودة عندنا في المنهج بتاعنا. نروح للتمارين الموجودة في صفحة 270 الخاصة بالدرس الثالث والرابع للوحدة رقم 12. سؤال الاختيارات بيقول In the library، في المكتبة، We can't talk، ما بنتكلمش. So we communicate، نتواصل، using I، خلنا طبعا تعبير على بعضه يبقى اسمه I contact اللي هو تواصل عن طريق العين. I think it is space to be able to speak English، ان انت تكون قادر على تحدث اللغة الانجليزية ديت، طبعا دي تعتبر ميزة، يبقى كلمة an advantage. This car is made in Egypt، مصنوع في مصر. It is، طالما حاجة خاصة بمصر يبقى دي بنسميها كلمة national اللي هي قوم، انما لو جايه من بره او عالميه يبقى اسمها international. Languages اللي هي لغات، space people together يعني سويا، يبقى لغات بتخلي الناس يرتبطوا، يبقى اسمها connect معناها تربط الناس بعضها ببعض. Some birds can space the voices اللي هي الاصوات، like the parrots اللي هو البغبغان، طبعا يبقى ممكن هنا copy، كلمه copy هنا بمعنى ينسخ او يستنسخ، يعني يردد. يعني اللي بعدها I think my brother isn't sleeping، يعني هو مش نايم. I can hear his، طبعا اتفقنا ان صوت حاجتين، يا اما sound صوت شيء، يا اما voice اللي هو صوت انسان، يبقى نحط هنا كلمة voice على طول.
نروح للجملة رقم 7، بيقول some children are watching a film، اتفرجوا على الفيلم. We know the film is scary by their، بنبص على طبعا يبقى كلمة facial expressions اللي هي تعبيرات الوجه. The space is a person who knows، يعني يعرف a lot about a subject، يعني واحد عنده معرفة بحاجة معينة في موضوع معين، طبعا ده بنسميه expert اللي هو الخبير. The space are the things، الأشياء that make you different، تخليك مختلف to other people، عن الآخرين، طبعا قلنا اسمها ال identity اللي هي الهوية. An international language للغة العالمية أو الدولية connects you to an international، طبعا هنا بالمجتمع الدولي، يبقى هنحط هنا كلمة community اللي هي الإجابة رقم A، يبقى community. اللي بعدها we used to be best friends، كنا أصدقاء كويسين قبل كده. I space being friends with her، هو بيتكلم كان على شيء كان بيحصل في الماضي، يبقى معنى كده ان انا افتقد، يبقى هنا دلوقتي يبقى كلمة miss. A person who speaks lots of languages، الشخص اللي بيتكلم اكتر من لغات، يعني لغات كتيرة. Is، هنا طبعا ده متعدد اللغات، يبقى كلمة multilingual اللي هي الاجابة رقم B. The square has four، اللي هو المربع له four، طبعا يبقى نحط هنا كلمة sides اللي هي جوانب او زوايا. She is singing in a space voice to make the baby sleep، عشان تخلي الطفل ينام، طبعا هي بتتكلم بصوت هادئ او ناعم، يبقى هنحط على طول كلمة soft. نروح للجملة رقم 15، بيقول you shouldn't space noise، اللي هي ضوضاء، in the library، في المكتبة. خلينا طبعا ده تعبير على بعضه، يبقى كلمة make noise. My father always tells me، دايما بيقول لي that everyone، ان كل شخص space advantages، طبعا ليه مميزات، يبقى المعنى له او عنده، يبقى كلمة has على طول. خلينا طبعا ان كلمة everyone دايما اجيب بعدها فعل مفرد، يعني is او كلمة was او كلمة has او كلمة does. خدنا في جزء الجرامر دوت مراجعة على صيغة الاقتراح اللي هي let's، وقلنا بجيب بعدها مصدر. خدنا how about ing، why don't we، بجيب بعدها المصدر. what about، وطبعا how about، الاثنين بجيب بعدهم فعل زائد ing. وكمان اتكلمنا عن صيغة الادفايس اللي هي نصيحة باستخدام should واستخدام shouldn't، وكمان التعبير عن الرأي لما اقول in my opinion او in my view او I think اللي هي اعتقد. تمارين عليهم موجودة في صفحة 272. السؤال الأول بيقول I space Lena's tooth is hurting، you can see from her body language، طبعا يبقى I هنحط كلمة think، body language اللي هي لغة الجسم يعني. Let's space to make her laugh، طبعا let's بجيب بعدها مصدر، يبقى كلمة try. Good idea، space about singing a funny song، طبعا عند about يبقى نحط كلمة how about او what اللي مش موجودة في الاختيارات. Use space be careful about how you use your body and voice، طبعا يبقى يجب ان، يبقى نحط كلمة should على طول. نروح بعد كده للتمارين الموجودة في صفحة 273. طبعا السؤال الاول اللي هو سؤال الليسننج بيتكلم عن يارا. بعد ما هنسمع الليسننج طبعا هنعرف ان يارا is يبقى 15 years old، طب I am يبقى 12 years old، طبعا على حسب النص اللي احنا هنسمعه يعني. يارا spends much time on the، يبقى نحط كلمة internet اجابة رقم C. يارا talks with people on، يبقى هنحط كلمة her phone اللي هي في التليفون. نروح للسؤال الثاني، سؤال المحادثة، طبعا زي ما تعودنا نقرأ المحادثة كلها وبعد كده نبدأ نشوف كل سؤال لوحده. Paul Fadi is talking with his friend Ella about going to the theater، اللي هو المسرح. بيقول له حاجة، قال له the theater that is a great idea but، ولكن، فرد عليه قال له there is an exciting play، يعني في مسرحية مثيرة، for علي ربيع. قال له I know him، أنا عارفه، he is a funny actor، يعني مضحك. What time are we going to meet، طب هنتقابل امتى، فرد عليه قال له how are we going to go to the theater، هنروح ازاي. قال له حاجة، وقال له it is not far، not far يعني مش بعيد قوي. قال له okay let's meet at 7:15 at the
theater يعني في المسرح أو عند المسرح. نرجع بقى للسؤال الأولاني، يبقى أكيد بيقترح عليه طالما قال له a good idea، يبقى هيقول له how about going to the theater. يبقى how about going to the، ونحط كلمة theater، إيه رأيك نروح المسرح؟ قالوا that's a great idea but، but يبقى هنا أكيد بيسألوا بقى يا ترى إيه اللي موجود، يبقى هنا هنقول what play، يعني إيه هي المسرحية، is there، أو ممكن نقول what play do they show بمعنى يعرض. طب قالوا what time are we going to meet، يا ترى نتقابل إمتى؟ من خلال الحوار عرفنا حاجة محددة، يبقى يقول له at 7:15، موجود عند في الحوار. طب how are we going to go، طب يا ترى نروح ازاي، فقال له حاجة وكمل قال له it is not far، not far يعني مش بعيد، يبقى ممكن نقول let's walk، ده حل، او ممكن نقول we will go on foot، يعني نروح على الايه الاقدام، او we can go on foot. قالوا let's meet at 7:15 at the theater، يبقى هيقول له okay we will، او okay. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال الاختيارات، will to understand a young baby، عشان نفهم طفل صغير، try to see his face expressions، خلاص خدناها على بعضها طبعا، يبقى كلمة facial expression اللي هي تعبيرات الوجه. رحمة has a nice face she sings well، طالما بنتكلم على صوت شخص يبقى نحط كلمة voice. Teachers usually use body space to help students understand the lessons، خدناها طبعا على بعضها، body language. Some animals and birds can space sounds اللي هي الأصوات، يبقى هنا copy معنى يقلد. Can you give me some space، طبعا هنا can you give me يبقى advice اللي هي نصيحة، ليه ما أقولش كلمة opinion، لو هجيبها جمع يبقى هقول some opinions أو some views. Although she speaks Arabic I can't understand her، يعني برغم إن هي بتتكلم عربي بس أنا مش فاهم، شطار خدنا كلمة لهجة يبقى كلمة dialect على طول. الجملة اللي بعدها، Mr. Baliq is multilingual، طبعا لو متعدد اللغات يعني بيتكلم أكتر من لغة. He speaks more than one، يبقى هنا نحط كلمة language اللي هي اللغة. رقم 8، let's حفظنا اللي بجيب بعدها، تمام مصدر بدون إضافات، يبقى كلمة go for a picnic. How about حفظنا نجيب بعدها ing، يبقى نحط كلمة listening. You should space careful about your positions، طبعا should يبقى بعدها مصدر، يبقى نحط كلمة be. الباراجراف بيتكلم على the importance of languages، أهمية اللغات، زي ما اتفقنا إن شاء الله هنلاقي الملف كامل بكل الباراجرافات والإيميلات الخاصة بالمنهج كله. نروح بعد كده للتمارين الموجودة في صفحة 279، بيقول teachers space our homework to help us get better، طبعا بعدين هنشوف كلمة homework يبقى يحط كلمة do، لا طبعا هو بيتكلم من على مين teachers، يبقى هنا كلمة check بمعنى يراجع أو يفحص أو معنى هيصحح، يعني ده المعنى. I will make a space to arrange my day، عشان يرتب يومه يبقى محتاج طبعا ان هو يعمل تايم تيبل اللي هو جدول مواعيد. I want to be a space in 57357 hospital اللي هي مستشفى 57، طبعا يبقى هنا كلمة volunteer اللي هو متطوع. Practicing helps اللي هو التدريب او التمرين يساعد me to space، طبعا يبقى هنا يتحسن يبقى كلمة improve. You don't need to write full sentences، مش محتاج تكتب جمل كاملة. When space notes، خدنا طبعا على بعضها كلمة make، يبقى هنا كلمة when making notes لدون ملاحظة. A space statement is where you
tell someone about yourself، يعني من خلالها بتعرف شخص عن نفسك. طبعا دي بنسميها كلمة personal اللي هي شخصي. الجملة اللي بعدها someone who plans، معناه يخطط things carefully is، طبعا اللي هو بيخطط للحاجات قبل ما يعملها، طبعا ده بنسميه كلمة organized اللي هي منظم. رقم 8 write the word، اكتب الكلمة in space، that means putting the word in a written sentence، يعني نحطها في جملة مكتوبة، ده بنسميه context اللي هو السياق. My space is 7 North Street, Rome. طبعا ده بنسميه، تمام، يبقى كلمة address اللي هي العنوان. Today I read space about selling a panda in the newspaper. طبعا هنا طالما قال لي كلمة newspaper يبقى احنا بنتكلم على advert اللي هي كلمة advertisement اللي هو اعلان. What is your space؟ قال له French اللي هي فرنسي، يبقى احنا بنتكلم على كلمة nationality اللي هي الجنسية. I wrote a space on my friend's photo on Facebook. يبقى هنا كتب، يبقى هنا كلمة comment اللي هي تعليق، يبقى كتب تعليق على. The fire makes اللي هي النار أو الحريق makes a lot of space in air. طبعا يبقى هنا smoke اللي هو الدخان. What do you do space the weekend؟ خلينا طبعا تعبير على بعضه، اسمه at the weekend في نهاية الأسبوع. My father works space computers. He is an engineer. هو هنا شغال ايه؟ مهندس، يبقى يعمل مع او باستخدام يبقى كلمة with. I'm looking space going on a holiday in Rome. طبعا خدنا تعبير على بعضه، يبقى كلمة looking forward to بمعنى يتطلع الى او يتمنى. نروح بعد كده للتمارين في صفحة 281. طبعا السؤال الأول هو سؤال الليسننج، زي ما اتفقنا بنقرأ الأسئلة والإجابات وبعد كده بنسمع. لما نسمع هنعرف إن نادية has gone to، ذهبت إلى، يبقى نحط كلمة England اللي هي إنجلترا. She wanted to space her English، يبقى كلمة improve معناها تحسن. She is studying with young، يبقى كلمة learners اللي هم متعلمين صغار. Every space she is taken to famous English places، يبقى هنا كلمة weekend يعني في نهاية الأسبوع. نروح لسؤال الديالوج، بقول Lynn wants to have an English course، يعني عايزة تاخد كورس إنجليزي. She is asked to fill in، fill in يعني تملأ a form، يعني تملأ استمارة بالبيانات بتاعتها يعني. بقول Welcome to our school، what's your name؟ اسمك إيه؟ خلاص نعتبر من رأس السؤال عرفنا الإجابة. سؤال تاني، I was born on 5th April 2008. Where are you from؟ أنت منين؟ والإجابة، well, Banha is a nice city. What's your phone number؟ رقم الفون، يبقى نحط رقم التليفون. طب سؤال، الإجابة it is lean at yahoo.com. طبعا هنا بسأل عن الإيميل. نروح للسؤال الأول، well, Welcome to our school. What's your name؟ يبقى هنقول my، إجابة كاملة طبعا، يبقى هنقول my name is، ونحط lean، ونحط full stop. طب سؤال، I was born on 5th April 2008، يبقى هنقول when، where you، ونحط كلمة born يعني اتولدت امتى. طب او ممكن نقول what is your birth date، where are you from، انت منين، طبعا في مكان محدد، يبقى اقول I am from Banha، ونحط full stop. طب what's your phone number، رقم الفون او رقم الموبايل، هنحط طبعا اي رقم، يبقى هنقول it is، نحط اي رقم، طب سؤال اجابته it is lean ومديني ايميل، يبقى هنقول what is your email
او ممكن اقول ايميل ادرس بعدها مفيش مشكلة، يبقى what is your email او what is your email address اللي هو البريد الالكتروني. سؤال الاختيارات good students always space their time، يبقى هنا طبعا manage معناها يدير، to be space means you know what you need، تبقى عارف انت عايز ايه، to do and when to do وامتى تعمل الحاجة ديت، طبعا يبقى هنا كلمة organized اللي هي منظمة. I like working space. I don't like working with other. أو ما بحبش اشتغل مع الآخرين. يبقى هنا معناه إنه بيحب يشتغل alone يعني بمفرده. To know your lessons for tomorrow. عشان تعرف الدروس اللي عليك بكرة. You should look at your. يبقى جدول المواعيد. يبقى نحط كده time table. I study more. يعني بيقول بيدرس أكتر. To space my English. يبقى هنحط improve. طبعا قلنا study معناه يدرس أو يذاكر. Space is someone who knows a lot about something. حد يعرف حاجات كتيرة عن شيء يبقى ده اسمه expert خبير. All people like Muhammad. He is كل الناس بتحب محمد يبقى لأنه friendly اللي هي ودود. طبعا مالوش علاقة ان هو بيتكلم لغات كتيرة ولا لا، يبقى بيتكلم هنا على كلمة ودود. I often space TV in bed. يبقى هنا I يبقى نحط كلمة watch يبقى الإجابة رقم A. Did she حفظنا طالما في كلمة did يبقى هجيب مصدر بدون أي إضافات يبقى نحط كلمة use. He was doing his homework space his dad called him. هنا مفتاح الجملة was doing ماضي مستمر، وهنا جاب لي كلمة called ماضي بسيط، طبعا يبقى هنا الحل هنحط كلمة when. السؤال الأخير اللي هو سؤال الباراجراف بقول your study plan اللي هي طبعا خطة الدراسة أو خطة المذاكرة، طبعا زي ما اتفقنا إن شاء الله هنلاقي الباراجرافات كلها موجودة في الرابط في أسفل الفيديو. إن شاء الله انتظرونا في الفيديوهات القادمة وحل الملحق اللي جاي مع الكتاب إن شاء الله اللي هو في الامتحانات والتمارين التانية إن شاء الله على قناة Z English.